مرحبا بكم متتبعي مسلسل العروس، شاهدوا أبرز أحداث حلقة 48 مترجمة للعربية، وفضلا منكم لا تبخلوا علينا بلايك للفيديو ومشاهدة الحلقة للنهاية. في بداية الحلقة، بعدما أتى جيهان مع هانجر إلى القصر، كانت بيزا أمامهم وتنظر إليهم، ثم بعد ذلك قالت لهم: ماذا يحدث هنا؟ لماذا أتيت؟ ثم قال لها جيهان: وهل يجب علي أن أطلب الإذن بالحضور إلى منزلي؟ وأجابت بيزا: لا، لم أقصد ذلك. ثم قالت لها هانجر: آسفة، ربما أيقظناك من النوم. قالت لها: أنا لم أنم، ولكن أنا أساسا كنت لا أستطيع النوم. ثم قال لها جيهان: لا تتسكعي هنا لفترة أطول، اذهبي إلى الفراش هيا. وذهب بهانجر، وكانوا أمام الأسانسير ينتظرونه، ثم كان يلامسها ويتصرف معها بحب، ونظراته كلها عشق، وكانت تنظر إليهم وتموت من الغيرة. وكانت تقول بعد ذلك: عندما صعدوا تلك الفتاة العشوائية سوف تصعد إلى الغرفة، لن أنسى ذلك أبدا، وسوف أجعلك تندم في كل لحظة تجاهلتني فيها، وسأجعل الثعبان الذي سممك يندم عليه. وكان جيهان يحاول الاقتراب من هانجر ولكي يضغط على زر المصعد، ثم قالت له: المكان هنا ضيق. قال لها: لا، عادي، يكفي لشخصين. وبعدما صعدوا إلى الغرفة، كان يقول لها: هيا ادخلي. وقالت له: هل سوف نبقى هنا؟ قال لها: أنت سوف ترتاحين هنا، وأنا سوف أذهب إلى غرفة العمل، لدي بعض الأعمال. وبعدها دخلوا وألحقت بهم بيزا، وكانت تسترق السمع. وبعد ذلك كانت هانجر تقول له: لقد أتينا في عجلة ولم أخذ أي بيجامة. وفتح الدرج وقال لها: هنا البيجامات، اختاري ما تريدينها. ثم قالت له: حسنا. وقال لها: اليوم سوف ترتاحين هذه الليلة. وقال لها: يمكنني البقاء معك إذا لم تكوني مرتاحة في هذا المكان وغيرت مكانك. ثم قالت له: لا، لقد عدت من الرحلة، يجب أن تكون متعبا، وأعطيتني سريرك أيضا. ثم قال لها: لا تشعري بالقلق، احصلي على بعض الراحة وطاب مساءك. وخرج من الغرفة، وكانت بيزا تراقب. ثم قالت: سوف تدفع الثمن، سوف أجعلك تدفع ثمن ذلك. وبعدها ظلت هانجر في الغرفة، وكانت تشاهد صورة جيهان عندما كان صغير، وكانت تبتسم، ومر الوقت وارتدت البيجامة وكانت تنظر إلى نفسها. وبعد ذلك كان كذلك جيهان في المكتب وهو يفكر ومتعب كذلك، وقال بعدها: لقد تركت الكمبيوتر في الغرفة. وبينما هو يريد أن يأتي إلى الغرفة، كانت هانجر تستعد للنوم، وذهبت إلى السرير وبدأت تبتسم وهي تتذكر عندما قبلها جيهان. وبينما هي تغفو، طرق الباب جيهان وقال لها: هل أيقظتك؟ قالت له: لا، أساسا ذهبت إلى السرير للحظة. وبعد ذلك قال لها: لقد لاحظت على أن ضوء مشتعل، ولهذا لقد نسيت أن أحصل على الكمبيوتر. ثم أعطته الكمبيوتر وقالت له: لقد ارتديت هذه البيجامة. وكان يتطلع عليها وقال لها: إنها جميلة عليك. وبعد ذلك بدأت تبتسم وقال لها: طاب مساؤك. وذهبت إلى السرير ولكنها لم تستطع النوم. وبعد ذلك ذهبت إلى الشرفة، وكذلك جيهان ذهب إلى الشرفة وقال لها: ألم تستطيع النوم؟ قالت له: لم أستطع النوم. قال لها: هل أنت غير مرتاحة؟ قالت له: لا، ولكن لأنني غيرت مكاني. وكانت تنظر، قالت له: منزلك جميل جدا، وهذه الشرفة لها مناظر جميلة. وقال لها: لماذا تتحدثين كأنك ضيفة؟ قالت له: لا، ولكن هناك بعض الأشياء لا نستطيع تغييرها، وليس علينا إلا الاحتياط عليها. ثم قال لها: بخير، المهم أحسن من الصفر. وقال لها: هيا اذهبي إلى غرفتك واحصلي على بعض من الراحة، لا تجعليني أقلق عليك. ومر الوقت وكان جيهان في المكتب وهو نائم، ثم بدأ يحلم على أن هانجر أتت إليه وهي ترتدي قميص النوم، واقتربت منه وقالت له: هل يمكنني أن أنام بقربك؟ وهو قال لها: نعم بالطبع، واحتضنها وكان يحلم فقط. ثم استفاق من الحلم ودخل إلى الحمام، وعندما خرج وجد المجنونة بيزا، نظر إليها بغضب وقال لها: ماذا تفعلين هنا؟ قالت له: لا يمكنني أن أتحمل كوني منفصلة عنك، لا أستطيع التحمل. قال لها: ما هذا الهراء؟
ثم قالت له: لماذا تعاملني كغريبة؟ ألم نكن في نفس الغرفة من قبل؟ وقال لها: عودي إلى رشدك يا بيزة. قالت له: لقد انفصلنا. قال لها: لقد انفصلنا. قالت له: أنت من أردت الانفصال وأنا استسلمت، ولكن أنا نادمة الآن على ذلك، أريد أن أعود لزوجي. وكانت تقترب منه وأبعد يدها عليه، وقال لها: يكفي، عودي إلى نفسك. كان يصرخ، وسمعت هنجر صراخ جيهان، وكان يقول: هيا اخرجي الآن. ثم قالت له: اصرخ بقدر ما تريد وسوف اصرخ أنا كذلك، ونصرخ جميعا. دعها تعرف أنك أخذتني إلى غرفتك، ودعها تعرف أنني زوجتك السابقة. قال لها: يكفي، لقد نفد صبري، لا تزعجينني أكثر، هيا أخرجي الآن. واقتربت هنجر من الباب وفتحتها، وقالت له: بيزع، هل سمعت صوت الباب؟ هل أيقظنا العروس؟ ماذا سوف تفعل الآن؟ قال لها: لا تحاولي أن تفعلي أي شيء، وابقي بمكانك. ذهب إلى هنجر وقال لها: هيا ادخلي الآن واقفلي الباب. كان يصرخ عليها، وعاد إلى الغرفة وقال للبيزة: انظري، هذه أول مرة وآخر مرة تأتين إلى هنا وتتصرفين بهذا الهراء. قالت له: هل تسمي هذا هراء؟ لقد أعطيتك 7 سنوات من عمري. قال لها: لكنه انتهى الآن، قلت لك عدة مرات أن تذهبي بعيدا، قلت لك سوف أعطيك ما تريدينه، ولكن أنت ماذا كنت تريدين؟ أنت وقفت على كلمتك واخترت أن تبقي في هذا القصر، وبغض النظر عن ذلك من الأفضل لك أن تعتادي على هذه المناظر، ولا أستطيع فعل أي شيء حيال ذلك، هيا اذهبي الآن. وخرجت من الغرفة، وكان جيهون يتذكر عندما كان يصرخ على هنجر، وكانت هنجر خلف الباب وهي تستمع إلى تحركات وإلى أشياء كثيرة. وجاء الصباح وأتت بيزة، وكانت تحاول أن تنقذ مقدر من النوم، وقالت لها: ماذا هناك في هذا الصباح؟ قالت لها: ألم تقولي أن تلك الفتاة لن تخطي عتبة هذا المنزل؟ قالت لها: نعم. ثم قالت لها: هيا اذهبي الآن وشاهدي. إنها تنام في غرفة جيهون، وذهبت مسرعة، وكان جيهون يقول لها: أمي ماذا هناك؟ وفتحت الباب ولكن لم تجد شيئا في الغرفة، وتفاجأ جيهون على أن هنجر لم تكن هناك. ثم قالت له: كيف تأتي بهذه الفتاة إلى هنا؟ ألا تعرف القواعد التي طرحناها في الأول؟ قال لها: أمي إنها زوجتي، ويجب أن تكون هنا ولا تقولي هذه الأشياء. ثم قالت له: أتعرف ما يسحقني؟ أنني أتيت بهذه الفتاة بيدي إلى هنا، وأنك سوف تفقد والدتك من أجلها. قال لها: لا تقولي هذا عنها. وقالت له: انظر كيف تدافع عنها أمامي، إنها بدون قيمة، أتت من أجل المال، وأنت تعرف هذا، واسأل نفسك ما الذي تحبه وهو الآن بجانبك. قال لها: هل هذا ما تريديه؟ حسنا، سوف تفهمين في الوقت المناسب. وذهب وتركها. وفي هذه الأثناء كانت هنجر تحضر الفطور، ثم بعد ذلك تذكرت عندما صرخ عليها جيهون وكسرت البولة، ثم بعد ذلك أتت إليها داريا وكانت تقولها: ماذا هناك؟ ماذا حدث؟ وبعد ذلك قالت لها: هيا أصمتي لكي لا يستفيق أخي. وقالت لها: ما الذي أتى بك إلى هنا في هذا الصباح المبكر؟ قالت لها: لقد أتيت لكي أجهز الفطور. قالت لها: هل تركت زوجك وأتيت إلى هنا لكي تحضرين الفطور؟ هيا قولي لي، أنا أعرفك، هل تشاجرت من جديد؟ وقالت لها: لا، لقد أعطاني سريره ونام في غرفة المكتب. ثم قالت لها: يا فتاة، انظري إلى الرجل، إنه يقدرنا جميعا، انظري أنت ما الذي تفعلينه. وأتى جيهان وقال لها: هل استيقظت مبكرا؟ قالت له: الجميع كانوا نائمون، وأتيت دون إزعاج أحد، وبالطبع كنت قلقة على أخي. وقال لها: أنا آسف على حديثي في الليلة الماضية. قالت له: لقد سمعت صوتا لهذا. ثم قال لها: موقفي الليلة الماضية لم يكن عنك، بل كان يتعلق بما حدث فقط، ولم أردك أن تتورطي بهذا. وقالت له: هل أمك غاضبة مني؟ وأتت مقدر لزيارة ابنها ميتين، وكانت تقول له: أنت دائما كنت تلومني على كل شيء، ولكن أنت لا تعرف ما مررت به. عندما تركني والدك بقي لي طفلان في منزل صغير وبمال قليل، لقد عانيت كثيرا حتى تصبحان
طفلا ومن أجلكما عانيت كثيرا، ولا تغضب مني لأنك هنا، لا أشعر بالرضا حيال ذلك أيضا، وهذا هو الشيء الصحيح وهذا هو الأفضل بالنسبة لك، ولكن أنا دائما من أجلك وسوف أحميك يا ابني. وبعد ذلك كانوا يتجهزون لأجل الحفل، وكانت مقدرة تقول لها هل سوف تذهبين أنت كذلك؟ قالت لها أنا سوف أذهب ولن أضع جانبا فارغ لتلك الفتاة العشوائية، وأساسا أنا شريكة في تلك الشركة. وبعدها أتت سينا وقالت لها لماذا لم تتجهزي بعد؟ قالت لها أنا لن أذهب. قالت لها لقد أراد جيهان بأن تذهبي كذلك. قالت لها ابنتي ما زالت تخاف وعندما تستيقظ تبكي، المهم سينم لم تذهب. وكل شيء كان مجهز في الحفل، وكان قلق جدا جيهان ألا تأتي هانجر. وفي هذه الأثناء خرجت مقدر مع بايزا من المنزل، وكانت تنظر إلى إضاءة المنزل وتعتقد على أن هانجر لن تذهب وسوف تظل، وكانت تقول لها هذا هو المكان الذي تستحقه. ثم بعد ذلك كانت هانجر تتحدث مع داريا، وشاهدت الفستان وكانت تتحدث معها، ثم أعطتها الملاحظة، وعندما قرأتها تذكرت عندما قال لها جيهان على أن تأتي إلى الحفل. وبعد ذلك ذهبت إلى الحفل، وكان يلقي كلمته أمام الجميع، وكان يقول على أن هذه المجموعة مختلفة عن باقي مجموعتهم، وكان يقول على أنها مجموعة باسم هانجر. ولم يعجبها الأمر بايزا وكذلك مقدر. وبعد ذلك كان ينظر إلى الباب لكي تأتي وتدخل هانجر، وبعدها تفاجأ وكان سعيد جدا عندما أتت هانجر، وكان الجميع ينظر إليها، وكانت بايزا ومقدر وأب بايزا غير راضون على مجيئها. واقتربت منه وكان يقول لهم اسمحوا لي أن أقدم لكم المرأة المميزة التي أعطت الحياة لمجموعة هانجر، إنها زوجتي جيهان ديفيوغلو. وكان الجميع ينظر، وكانت هانجر سعيدة جدا. وكانت هذه هي نهاية الحلقة. فضلا منكم لا تبخلوا علي بلايك للفيديو، وشاركوا الفيديو مع الأصدقاء، واشتركوا بالقناة مع تفعيل زر الجرس حتى تتوصلوا بكل جديد المسلسل.